جود مورنينج، صباح الخير من أميون. نهار امبارح بلش الساعة 8 خلص الساعة 12 بالليل، شو هالنهار؟ واليوم نهار جديد، نمنا بأميا هيل وبلشنا نهار ترويقة. هاي اللبنة روعة، البيض بالفخارة، كل شي عظيم، ونهار جديد ببلش هلأ. في اشياء كتير حلوة اليوم، لبنان ما بنشبع منه، وين ما كنتوا كيف ما كنتوا بتقضوا النهار، ببلشوا بكير وبتخلصوا بالاخر، وبيضل في شيء واحد يعملوا يكتشفوا، والطقس بياخد العالم. مشوار جديد ببلش هلا. وعدتك اجعل عندك، قلتي لي امبارح صاج اليوم فرن، قلت لازم ادوق اثنين، بتستاهل. اكيد اهلا وسهلا فيكم. طيب في كثير ستات نسوان عالم عايشين برات لبنان وبيسالوا طب كيف بنعمل العجينه؟ شو سر هالعجينه؟ ليه ما عم تزبط معنا؟ لا. شو لازم واحد يحط لها شو؟ بدك تعمل لك فيتها، خميرتها، عجنه، بدك تريحها ترقها وتريحها، شفنا هيك كيف رايحتها؟ بدها وقت. بدها وقت اكيد. ولازم نريحها هيك مفتوحه دائما. أكيد. مش بالعجينة مثل ما بتعمل. لا 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 بدك تريحها هيك. المكونات العجينة بدها زيت زيتون؟ لا لا ما بدها زيت. مش زيت زيتون. زيت عادي. زيت عادي. وبحطوا لها سكر ولا؟ بلا بحطوا لها. بيكذبوا عليك إذا بيقولوا لك ما بحطوا لها، ما هو مزبوط. في ناس بتحط لها حليب؟ لا. لا. ملح، خميرة، سكر. تصلب لها وتبلش. وكيف تطلع لونها مثلا مش بيضة بيضة اغمق شوي؟ انا هيدي عينتها نص ابيض نص اسمر. هاي بس شو بتشوف بتصير تخف اكثر. الابيض راح يلي عندي. وزيت بدك تحط لها زيت كمان من العجينة. وتريحها، هيدا اهم شيء. الخبز هو زيت العجينة تبع المنقوشة؟ لا هيك. بلا زيت الخبز، لازم يكون بلا زيت. بتحضري الخبز كل يوم والناس بتوصيكي؟ تقريبا. نحن جينا على الترويقة بس انتم بتعملوا غدا. نعم. يعني بنقدر نجي ناكل مثلا على الغدا حمص، فلافل، سندويشات. اكيد اكيد بتاكل بدكم اياه، اهلا وسهلا فيكم. هلا بدنا نروقكم بس، بدنا نروقكم من وش الفرن. انه قالت لي لبنه، قلت لها منقوشة زعتر بس قالت لي لبنه، انه بقول لها لا لبنه، انه لبنه اكيد بدي اكل لبنه. استحيت بس انه. قالت لي لبنة. خبز بلدي شوية لبنة. خبز البركة. بدك اعمل لك مطبق الدواء؟ ايه طيب اوكي. عن جد خبز البركة. طب هي عجينة مع سكر وزيت. ايوه.
شيرز فنجان زيت. يعني شيء نص فنجان زيت، فنجان نص سكر. زيت عجينة اليوم هي عجينة امبارح؟ لا كمان لا، كل شيء تغير. كنت جاي اقول انه عجينة تبع اليوم نافخة أكثر. عندها عجينة امبارح غير عجينة اليوم، عندها صاج امبارح غير فرن اليوم، عندها عجينة تبع المنقوشة غير من عجينة تبع الخبز. شو هالست هيدي؟ ست جوندات. أيوة. من عجينة رقيقة بس فلافي. الزعترات، شو هالزعترات؟ زعترات البيت. رح شيل بس هيك الطرف تأسلس بالزعتر الموجود بالنص، رح حط له شوية لبنة. شفتوا كيف عم تلعب بين ايدي؟ شوية لبنة. سوبر خفيفة، مرتاحة قد ما لازم، حموضة، مرورة طيبة كتير. شغلي منقوشة الحب اللي منقوشة مظبوط، نحن الأصابيع، زعترات السود، العجين النص نص يلي شوي لونه مش أبيض، براون. شغلي. شو هالست هيدا؟ للي بيحب البصل، الشنكليش مع البصل، الحبة حبة، الحبة قد التفاحة. انجوي. بتحطها على الألمنيوم هيك ما بتحترق، وبتلزق شوي، والسكر اللي بقلبها بيطلع قطر مثل ما لازم. عجينتها ما بينحكى فيها، محمصة مزبوط بس مخمرة مزبوط، ولأنها مخمرة ما بتعظم على الوجه. سكر، تحميصة، سمسم. العجينة شايبين الزيت، العجينة شايبين السكر، العجينة بتصير طعمتها مثل البقلاوة بلا كل السمنة وكل الزبدة. طيبة كتير. واللي ما بعرف أسلكن ياه هو طعمة الحب اللي بقلبها، طعمة النفس، طعمة ضحكتها، طعمة عيونها، طعمة ضيعة لبنان. روعة. في شي 3000 كالوري هون بس بدي يسكر ما بعد كسات. كتير طيب. اهلا وسهلا. بتعرفي كل شيء معمول فيها صح، عجينتها مزبوطة وزيتاتها مزبوطين، بس كله مكونات كل عالم عندها اياهم. اكيد حب تبعك هو القصة كلها. لك هو القصة كلها. شوية سكر، شوية ينسون. واو. وين بعد في ناس تعمل هيك؟ هلا البيع؟ ها وين مصاني واحد مسافر بس رح أعطيك شوي. واو. إمتى بدك تجي؟ خلص تسطح أجي دايما. كل ما كنتوا هون بالكورة حاولوا تروقوا عندي. أهلا وسهلا فيكم. خليت العالم يتعرف على لبنان، يتعرف على الصفات اللي هو موروثي من قديم لهاليوم. هذا اللي عم تعملوا. أنت عم تروح على زاوية من زوايا الجبال، السهول، الوديان، وين ما كان. هذا ما حدا مين عملوا منهم هون الزعمة؟ مين؟ ولا حدا منهم عملوا. مروان is back. Let the chaos
فيجن. مروان مروان وين اخذنا اليوم؟ وين صرنا؟ اليوم هلا اول شيء بدنا نبلش بكورا براس، يعني ما فينا ما نبلش، بدنا نفرجيك كيف مشتغل هون، شو هو كورا براس، رح نطلع كذا انترفيو، شيء لايف شيء مش لايف، راديو، نجرب كل شيء عندنا هون. انت بتشتغل مع كورا براس وعندك yes. بروجرام تبعك، شو بيعمل بروجرام؟ هلا انا عم بشتغل شوي على صعيد السياحه، كزدوره على الكوره بلشنا كزدوره على الباترون كان سيزون 2 اوكي. سيزون 3 هلا عم بشتغل كزدوره على انفي، صار عم نعمل كامبين لانفي كوره براس مع بلديه انفي والشباب انفي انفي يعني كل بيجز تبع انفي عم نعمل كامبين بالصيف. وانا بارتنر كمان بكوره براس، يعني في الراديو في كل شيء نحن بنتابع. كوره براس هي الراديو، هي كل شيء، هي يوتيوب فيسبوك انستغرام راديو، سو سبريد وين ما كان وين ما كان، بس اخبار الكوره يعني يعني هون، يعني اذا حدا عنده مشكل غرطة طرابلس يلي بيعني المنطقه، اذا حدا عنده مشكل حدا عنده شيء ان كان شيء بوزيتيف على صعيد لبنان صعيد العالم، بروجرامز اشياء سوشيال اشياء سياحه اشياء رياضه، نحن نمبر 1 بالرياضه بالسياسه كنا نمبر 1 بموضوعيه. شو جايبه معك؟ من الميسة، من الميسة طبعا ندوقن الحب. ريحتهم عم تصير احلى واحلى جد. كيف ما واحد برم كيف واحد راح، ما في احلى من بلده وعند اهله وعم اهله مثل ما بيقولوا، صعب اكيد بس اليوم بالبلد عايزنا ساتل، هو بهذا الوضع مش ساتل بيكون بنجاحاته، ما بيبني البلد الا ابنائه، وكيف ما واحد يبرم مفكر انه رح يقطف مصاري على الشجر برات لبنان، ما رح يرجع الا يقعد نهار الاحد عند اهله ويعمل له قهوه امه على بكره وجمعه الاصحاب والشغل اللي موجود، وهذا البلد محمي من ربنا، ما حدا رح يتركه وما رح يصير له شيء رغم كل اللي عم جربوا يعملوا. في فرق كتير كبير بين ما بحب وطني وما بحب سياسيين وطني، فهمت؟ خلطة مثل ما هي. فاليوم صرت لحد ما يقول ما بحب لبنان هو غلطان بحق حاله، لانه البلد مخصصه بمين دايره، ف حق علينا صح. فبنترك امل وبنقول ان شاء الله خير. هيدي المقابله الحلوه اليوم رح نتعرف الناس في كتير اسئله، مينو انطوني رحيل؟ يعني بيعرفوا انطوني بالاكل، بيعرفوا انطوني اللي بيسافر اللي بيشوف اللي بيستكشف، بس ما حدا بيعرف مينو انطوني. سو رح نبلش هيك اسئله سريعه ورا بعض. اول شيء انت من وين؟ انا من بيروت، من الاشرفيه. من الاشرفيه، ربيت ببيروت يعني ساكن بمنطقه المتن يعني بالمطيلب اوكي. يعني ربيان كل حياتي بمنطقه اسمها زرعه يشوع. بالحرب تركنا شوي يعني كان on and off، طلعنا عدنا بفيترون وهونيك يمكن اكتشاف الضيعة بلش فوق. طفولتك كانت بالضيعة يعني هي؟ ما فيني أقول هيك، ما فيني أقول هيك لأنه المتن منه ضيعة محل ما أنا، وأنا من الأشرفية ما عندي ضيعة، ما فيني أقول أنا بكرة طالع على الضيعة أو بيت ضيعة، فما ربيت بالضيعة بس كنا بفيترون. حرب فوق يعني وصل لك مزبوط، والركض والصخور والشجر ويلي هن بتعرف وقت الحرب، ففوق يمكن تعلقت بالضيعة، كان في معزة حدنا كان ياكل جبنة بلدية، فوق هيك تقربت من فكرة الضيعة. طب أنطوني بأي مدرسة كنت أول شيء؟ أنا كنت بمولا سال. شو أي تلميذ كنت بالمدرسة؟ عند الفرير. ما كنت كثير أحب الدرس تقلك المزبوط، بس كنت أعرف إنه شي نهار رح أوصل أعمل شيء، كنت أعرف من أنا صغير. بالمدرسة كنت بسموه فوق بريزيدون ديليجي، يعني كنت دايما مسؤول عن الصف، زبطت حفلة آخر السنة، دايما نعمل مشاريع، دايما ننتفض بسلام. أنت كمان يعني كنت منتفض أنت وزير خبرك تحت الهواء. كنت شاطر؟ لا أنا الدرس ما كتير أصحاب، ما كان إجلاد كتير، ما كنت الإجلاد أحفظ، ما كنت إجلاد كتير أدرس، بس كنت دايما هيك معبى حياتي، بحب أعرف إنه بأنه رح أعمل شيء، دايما في مشاريع، كنت بالكشافة 17 سنة هيدا شغلة كتير مهمة بحبها كتير وعملت مني إنسان تاني، دايما في أكتيفيتي، دايما في إكسبيرينس، طلعت أنا أخذكم بالباص نعرفكم عمي ضيعة. صهوة تراكمات هيدا الأشياء يعني هي كونت أنطوني الحيل، الحيل أول شيء مش رحايل صح؟ أنطوني الحيل. طيب ليه نقيت تعمل اول شيء انت حكيم اسنان جراح اسنان، ليه قررت تفوت بهذا الدومين؟ يعني انت يمكن مش انت هيدا الشخص ولا ما بعرف يمكن، بس ليه قررت؟ اللي كانت اذا بدك اللي عملته بحياتي كتير يعني بلشت كان عمري تقريبا شيء 14 سنه صور، على 16 سنه صرت صور اعراس، من بعدها بلشت صور جعيت على 18 ساعه، بلشت بالجامعه تقريبا على 21 عملنا ويب سايت اسمه بيروت نايت لايف صحيح، يلي من وراء بلشنا نصور النايت لايف بلبنان ونفرج انه لبنان ما بينام على الساعه 6، واز بلشت كتير سافر لانه كنت اعطي محاضرات بحكيم سنان برا، وكنت دائما ارجع اقول طب اوكي كيف رح اتذكر بكره اني سافرت على الكناري ايلاندز، كيف رح اتذكر اني سافرت على كوريا، وبلشوا يزيدوا حلمي اني اغطي كل بلدان بالعالم، هيدا قبل عم نحكي عن بيروت ايلاندز، فقررت فوت على تريب ادفايزر وبلش احط
كل محل بفوت عليه شو اسمه شو صار فيه وخمسة صور ريفيوز لحديت ما بال 2012 قلت اوكي ليش عم بحطهم عند حدا غريب تعطي حطهم عندي. وكان بدي الهدف الاساسي تقلك المظبوط ان فايت كوربشن. شو يعني؟ يعني ما كان بدي بقى هول المحلات يلي النمبر 10 اهم 10 مطاعم بلبنان هن اللي دافعين مصاري، اطيب منقوشه هي اللي بتحط دعايات على الطريق، احسن برجر هو اللي معه مصاري ياخذ كل بالبيلبوردز. لا، فكنت فوت على مطعم اكتب ريفيو طويل حط تقريبا 30 40 صوره، اكتب بالتفصيل إيه استقبلني، فتح لي الباب، سكر لي الباب، بالاخر صور الفاتوره واقول للعالم هيدي هي. بلشت الناس تحب شوي شوي، بس حسيت انه فيني فوت اكثر، لازم فوت على بيوت الناس، لازم فوت عند الستات عند النسوان على المطابخ. فبال 2014 بلشت يوتيوب تشانل، بلشت برنامج على ام تي في يلي اليوم مشوار، اسمه مشوار. اوكي، دونك اسمه مشوار بلبنان. مشوار اليوم صار له من 2014 صار له 8 سنين. على يوتيوب صار في اكثر من 3950 فيديو امبارح لان شفت، فبعد في 40 واحد يلا هلا لاخر الشهر بيطلعوا بصيروا 4000. ودائما هو تسويق لبنان، دائما هو الصور الحلوه، الصور الحلوه. في كثير ناس بتسالني ولو انتخابات ما صورتها ما شغلتي، ولو الصوره ما شفنا ولا صور ما شغلتي، ولو خد موقف. يا جماعه في كثير ناس شغلتها تاخذ موقف، فيك تحضر نيجاتيفيتي على الـ بي سي والام تي في والنيو تي في كل نهار، انا ما بعيد عنهم. انا اللي بده يحضرني بده يكون بده يشوف لبنان، بده يتعلم لبناني، بده يتذكر وطنه. ومبارح كنت انت حضرت الموقف، امبارح كان في اشخاص جايين من استراليا، قلت لهم شو رايكم؟ قال زعلانين، بس الحمد لله عندك ما بنشوف الا المنيح. هلا اول ما نرجع نروح بنحضر وبنرجع هيك بنقول هذا هو لبنان اللي بدنا اياه. فبلشت الفكره وبعدها مكفيه رغم كل شيء، يمكن لبنان تغير انا لا، يمكن الثوره او الوضع تغير بس انا لا. وبعدها بروح على الضياع وبصور الضياع وبفوت عند العالم وبعطي امل للناس. وهيدا هذا هو يمكن انت عشرة مع بعض يمكن لانه الامباكت اللي بتعطيه مش هيك، الناس بتنتظر منك موقف، بتنتظر منك شيء، لانه يمكن الرأي العام تقدر تغيره شوي انت. بدي اسالك كان ليه نو جارليك نو انيون؟ نو جارليك نو انيون لانه انا ما بقدر اكل توم وبصل. ومش هيك ابدا، هي بلشت كانت يعني ايام اصحابنا كانوا يعزمونا على البيت اجى بلا توم ولا بصل، كانت الكلمة لا هيك. يعني نحن كنا نروح على العشاء انه اليوم طبخين لك بلا توم بلا بصل، فالكلمة كتير هيدي حلوة كانت ترند. فركبت دغري نو جارليك نو انيونز دوت كوم، ما حدا اخذها ومشيت. وبعدين صرت تفوت فيها اكثر واكثر، صرت تشوف انه بالهند في قبائل كتير كبيرة بترفض، يعني ممنوع محرم التوم وكتير بدر للصحة وما بخليك تكون، ما بخلي راسك يفكر مزبوط. هلا بتقوله بكره قال التوم بدر للصحة، مش هذا عم بقول، بس هو في عكس، في ناس بيقولوا التوم والبصل هو سر الحياة. عرس التيتا اللي ربطنا انه لازم تاكل بصل وتوم، مزبوط فيه انتي اوكسيدان، فيه كتير اشياء بتفيد، بس هو لدرجة تقيل الهضم، لدرجة تقيل الهضم، خاصة بتغير وبتطور الدنيا، انه بخلي راسك نصه ما يفكر، بخلي جسمك ما يفكر. فانت اليوم اللي بيضايقني بس بحبه انا التوم، اول ما اكله بحس هيك بس طيب شو في، بس شو ليش بس. فانت اليوم صار تاكل توم، اول شيء ما فيك ترجع على الشغل، ريحتك بتطلع توم كل النهار، بتحس حالك تعبان، تعمل نفخه ان بدك او ما بدك. فعلى هالطرق كلهم سوا بتحس انه انت هيدا التوم البصل تقيل. فمش انا عم بسوق للناس قالوا ما تاخذوا بصل وتوم، ذاتس نوت ذا بوينت، بس عم بقول انه انا ما بقدر، عندي حساسيه، عيدوا حساباتكم بكميه الاستعمال. انت ما خصك، ما عم بقول انا ما عم بقول شيء، انا ما خصك، بس عيدوا حساباتكم كميه الاستعمال. انطوني، في كثير ناس بتسال انطوني الداب بيشرج او الداب بياخذ من الناس تيجي لعندهم. انا بحب لهم، انا هذا بيرسونال اكسبيرينس، انت ولا مره حتى لبل ما بتقبل تاكل يعني على بلاش عند العالم، مثل ما بيقولوا دائما كل شيء هلا اذا حد عزم هو يستفل يعني، بس انه ما بتاخذ مصاري انت من العالم، يعني كل هالفيديوز اللي بتعملهم هن مش دعايه، ناس عم تدق لك قالوا انطوني تعب انا بدفع لك تتجي صح. بدك انت تقول تما يقولوا عم بيسوا حاله. اول شيء انا برفض فيلم عند حدا بلا ما ادفع، برفض. صحيح، ومش انا بس الاكسبيرينس، ببعتك لك تسال، ببعت روي يسال، ببعت الكل يسال، وبنجرب ثلاث اربع مرات لحديت ما الزلم يطلع صوته يقول لنا يا بلا اخلاق كيف بدك تدفع مثلا. يعني انت حضرت هذا الموضوع صح كذا مره. اثنين، انا ما ابدا ابدا ما باخذ شيء من حدا، ببرم وبستعمل سيارتي، كنت بنزينات على كهربتي وتعبي ونهاري واكلي والشباب كله سوا، والهدف كتير واضح، انا بدي اسوي لبنان. شو طلع لي من الموضوع؟ ما طلع لي شيء، انا بدي اترك شيء لاولادي، انا بدي اترك شيء لوطني، انا بدي اعمل شغل الناس ما عم تقدر تعمله، انا بدي اترك ليجاسي، ونهار بكره بقدر رح اضطر اوقف. اليوم في كتير ناس بتسأل طب ايه وبعدين ليش ما اشتغلت مع الدولة؟ ما اشتغل مع الدولة، وليش ما وزارة السياحة دعمتك؟ هن حرين.
وليش ما بعرف يلي هن. فهذا البروجرام هو نظيف. هل ام تي هو البروجرام ام تي في او لالي هو لالي بكل فخر وانا بعطيه ام تي في ببلش؟ ما بعرفه ببلش. فانا عندي شيء بدي اعمله عبالي اعمله وبحب اعمله ورح ضلني كفي اعمله طالع يفرجه. شغلي كيف؟ شغلي على جنب، شغلي بسفراتي بدبي، شغلي بالكونسلتنسي، شغلي مع الان جي او، شغلي بكثير محلات ثانيين. سو انت عندك سورس اوف انكم من شغلك، وانت هذا الشيء اللي بتعمله هون هي تسهبي مع امباكت على المجتمع، عملت امباكت. ما فينا نقول طيب. في سؤال انا كثير بحب اساله، انه فور اكزامبل امبارح انت كل يوم هيك، انا بشوفك مره بالشهرين ثلاثه، امبارح مثلا انا الصبح كنت داون، انت ولا نهار بتفيق داون مثلا، ما عندك ايام بتقول المود تبعك مثلا منه منيح، بس ما فيك، عندك تصوير، عندك ناس ناطرتك، يعني ما بتقدر تقول لهم ليكو انا اليوم قلي جلاده نفسيتي تعبانه مثلا، شو بتعمل انت بهالحاله؟ اول شيء بقول النهار بده يكفي بده يكفي. على هالاساس بتذكر شو اهميه النهار، النهار منه بالتصوير، النهار منه بالاكل، النهار بالاشخاص اللي بتلتقى فيها، النهار بالابطال اللي بدي صورها، النهار بالناس اللي بدي اتعرف عليها. فيمكن اليوم انا بتعرف انا راجع امبارح من السفر على الساعه 2، فوعيت الصبح التقينا على الساعه 8:30 تقريبا، انت كنت هيك جاي قلت لي اليوم واعي مش مزبوط، يمكن انا جاي تعبان ومش نايم مزبوط، بس من قعدتنا مع بعضنا انت عم تضحك انا عم بتضحك، التقينا بحدا نكتنا عليه، التقينا بمحل تاني فتنا منقوشه طيبه، نحن وظاهرين واحد لقطنا غمرنا قال لي يا انطوني انت ما في منك اثنين بالعالم، خلص برجع بتركب بترجع بتقلب بترجع بتتذكر انت انه عندك قضيه بدك تكفيها، القضيه بتقطع قبلك. و لا بعطيك سر هيك كتير صغير، انا ساعات بتطلع ساعات كنت تعبان بتطلع بنهار الفرصه، يعني بقول هلا من هلا لعشرة ايام ما في يعني، بس انه بتطلع انه بعد 11 يوم رح يكون في نهار فرصه رح اقعد فيه مع اولادي بالبيت، فبيعطيني انرجي وامل تقدر اقطع هولي للنهار. فانا بامن كثير انه كثير مهم الانسان يعطي حاله نهار بالجمعه فرصه يلي مؤخرا ما كثير عم بقدر اخده. بس كثير مهم، كثير كثير مهم. كم عندك ولد؟ عندي ثلاثه. بتشوفهم بشوفوك ان كونتاكت؟ كيف بتربي يعني كيف عم بتربي اولادك؟ صعب. تعرفت على على مدامتك حدا كثير مهضوم وسوبر ناتشرال، فبليها يعني بليها ما فيني كفي، فيني اقول لك هي كل شيء، هي القصه كلها، هي القصه كلها بالسنت، هي القصه كلها بتربيه الاولاد، هي القصه كلها بالدعم مع الاولاد. ساعات انا بكون مسافر بشوفهم قد ما بقدر، هن بيحبوا شو بعمل وبيحترموا شو بعمل، بيهم يوتيوبر بتعرف انت الاولاد سو فهمانين، ما بقى بنحكي مع بعضنا كل يوم كل يوم شو عم تعمل وشو عملت ويلي هو، بس فهمانين انه انا ما بسافر تطحنك، انا مش وينك رايح، بالعكس رايح تكتشف بلد جديد، رايح تجيب فيديو جديد يعني. مستوعبين والدور لامه نشارك لهم. طيب في مستقبل لاولادك باليوتيوب او حيلا شيء بالميديا لو دخل هذا الشيء؟ عم تشتغل على الموضوع في بروجكت ولا انه لا؟ نحن كيف شو بقولوها باللبناني العائله السياسيه شو بسموها الاقطاع السياسي، فنحن اكيد مش هيك بدهم يشيل اكثر منك بقى بدهم يعني في عندي واحد من اولادي انا عم بشتغل بيجي وقت حدي، في عندي ابن الثاني انا عم باكل بيجي باكل معي، بس الصغير يعني كل واحد شيء يعني شو رح يعمل بيعمل بدهن اياه. عن جد انا بامن بتدعمهم اذا قرروا يفوتوا، بتدعمهم باللي بدهن اياه، اللي بدهن اياه وجبات الاهل انه يوصلوا اولادهم المدرسه المضبوطه والجامعه المضبوطه اذا هن بدهن. بعدين ما بتعطى بشيء يعني كلمه بتعرف كثير، نحن يمكن انت كمان سمعتها وانا سمعتها، كلمه يا ريت، كلمه يي ما سالت لك، كلمه ما صح. او انت عم تقول لاهلك طب ما قلت لكم ما بدي، ليش جبرتوني؟ طب خلص ليش واحد بده يعيش باليا ريت وقلت لك ما قلت لي؟ كل واحد بياخذ قراره وانت بتدعم القرار، وبالاخر اللي بتفركش بترجع بتقول له انا تفركشت، انت اخذت قرارك رح ساعدك توقف عليه، مش تتفركش بيطلع فيك بيقول لك ما انت قلت لي قول هيك. فهيك بهيدا بامن فيها انا. انطوني اخر سؤالين. خد وقتك، ما كتير معنا وقت، عندنا برميل وقت الوقت قليل. اخر سؤالين، واتس نيكست يعني نو جارليك نو اونينز انطوني الحيل، بعدين شو الهدف تبعك؟ وين بدك توصل؟ شو يعني انت شو الفيوتشر بلان تبعك؟ وين بدك توصل؟ بتعرف من 4 سنين جاوبت على هذا السؤال وقلت عبالي صار عندي 2000 فيديو وصار. من 4 سنين من 5 سنين قلت عبالي يكون على تي في اكثر بكثير من لبنان وصار اليوم بينعرض بثلاث بلدان. من 4 سنين من 3 سنين قلت عبالي يصير شي نهار على تي في كثير مشهور بالعالم وصرت، وغيره من الامور كان عبالي سفر يلي هو. فاليوم تجاوبك هذا السؤال بقول كل يوم في شيء جديد، وكل يوم في بكره، وكل يوم في تغيير، وكل يوم في كاميرات جديده واكوبمنت جديد، وكل يوم في
تضيع جديد، كل يوم في تصوير جديد، كل يوم في فكرة عم تتبلور غير طريقة. كان حلمي أعمل أكبر محل للموني بلبنان تنقل من ديجيتال لأونلاين وصار، كان حلمي أفتح محل موني برات لبنان وصار، كان عبالي يكون عندي شركة كونسلتنسي تشتغل بدبي مع الشركات الكتير كبار لأنه نوعية الشغل غير الشغل اللي عم نحكيه هون وصار، كان عبالي يكون بالبلدان العربية وكون هالشخص اللي عم بياخد لبنان والعربي تبعي والعرب يجمعهم كلهم سوا بشيء اسمه Uniting Arab Culture or Breaking Barriers، وصارت بسفراتي ان كان الاردن جمعة الجاي ومرتين قبل والعراق والعشرين ده الحلقة اللي عملتهم وغيرهم. مرة جاي رايح معك على العراق الله رد يعني. الله رد الله رد عن جد بشرفنا هذا الموضوع. فبقول لك انه اليوم كل يوم في حلم وكل يوم في تنفيذ وكل يوم كل يوم بوعى بقول الحمد لله عم بعمل اكتر من ما بقدر. فشو لقدام؟ لقدام عبالي يصير شي نهار على CNN ورح تصير وبتصير وليش لا؟ ان شاء الله انت بتحط احلام كتير كبار وبيصيروا. اليوم البروجرام تبعي بينعرض بالتي في بالعراق، بينعرض بالتي في بمصر، بينعرض بالتي في بالمانيا، وبينعرض بالتي في بلبنان، كلهم سوا ما بياخذ شي عليهم تقدر وصل قد ما بنقدر لبنان 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 اللي نحن بس شوي بدنا نحبه اكثر شوي تنقدر نرجع عندنا. انطوني اخر سؤال، شو النصيحة يلي بتعطيها لحيلا حدا انتربرنور او عنده ستارت اب حيلا شيء بعده مبلش بلبنان وبعده بين الاي ولا وخلص بلاها بسكر وبفل يمكن الوضع بكره أسوأ يعني وهالشيء حقه يعني الحدا يفكر هيك، احنا مانا كتير بوضع مفرح او بيعطي شو بيقولوا امل امل صح. شو بتقول لهم الناس؟ في مشاكل في مشاكل وتشالنجز بكل بلدان العالم وكل تشالنج بيجي على قياسه، بس في اكثر شيء تشالنج نحن ومشاكل نحن اقل شيء نحن اقل شيء نحن تشالنج تبعنا اقل شيء، تشالنج تبع بلاد العربيه اغلى بكثير اصعب بكثير كومبيتيشن اعلى بكثير، تشالنج تبع لبنان اصغر اصغر نحن منكبره براسنا بس هو كثير صغير. تشالنج المصاري بينحلوا، تشالنج الانترنت بينحلوا، تشالنج تفتح شركه بينحل، وكله على لبنان وكله على حبيبي تقبرني نحن بنعرف بعضنا. فكره انه كلنا بنعرف بعضنا شغله مهمه، فكره انه كلنا بنعرف حدنا كل واحد بيعرف حدنا في مهمه، فكره انه كل انسان على وجه الارض احنا 7 مليار بيطلع له دور بهالدنيا، فكرة انه المشاكل مش بس بلبنان، في مشاكل على كل الناس بأفريقيا، في مشاكل اليوم كل الناس ما معها تاكل بالعالم، اليوم كل العالم غير الاكل فيه 100%، اليوم كل العالم عندها مشكلة اوكرانيا، اليوم كل العالم. فاليوم انا بطلب من كل حدا اظهار بقى من هيدي الخس اللي بتقول شو بسمع من اهلي واصحابي، بقعد انا ببيتي مفكر انه العالم بهيدي الاوضة، في مشاكل بلبنان وما رح تزبط، بتزبط اذا بدك، بتزبط اذا امنت، بتزبط اذا تقدمت، ودائما تطلع بمصيبة غيرك يلي بتعرفها واللي ما بتعرفها، والبيوت اللي عايشين فيهم 10 اشخاص برا لبنان بس كرمال يطلعوا $1000 اخر الشهر ما بقى لهم منهم شيء يودي لعائلته وغيره من الاشياء. عيد حساباتك وقول في شانس فيك من هون بهالعالم الجديد على الانترنت وتكسر الدنيا، اعطي امل لحالك واعمل شيء بتحب تعمله مش شيء جارك عامله تتعامل مثله تتقوطب عليه. انطوني الحير ثانك يو سو ماتش، يعني حبينا اليوم العالم تتعرف عليك اكثر مين هو انطوني، حاجي يسألوني خلص تعرفتوا عليها لأمتلك. أسئلتك كتير حلوين وانبسطت كتير فيك مروان لشغلتين، واحد لأنه عشت معي شوي أكتر، يعني اليوم جيت قلت لك أنه ساعة الشيء مش طيب ما بيطلع على الهواء كنت قلت لي عم بيكذب، حضرتها مبارح شيء كتير طيب يطلع له أكثر. شانس أكتر ما بتدفع أنت شفتون او بتدفع انت شفتهم امبارح، محبه الناس انت شفتها امبارح. فعن جد بقول لك يمكن هيدا من الانترفيوز القليل اللي انبسطت فيهم لانه عشناهم مع بعضنا صحيح. مش بونجور اورفوار وميرسي استقبلتوني وان شاء الله بتصير اشهر مني شي نهار. ثانك يو ثانك يو لك. وصلنا عند نديم، نديم صورنا معه قبل، نديم بحط غراضه عن ميد ماي نيتشر، نديم صار يطلع غراضه على اوروبا على فرنسا، نديم عنده براند اسمه سويل. هاي نديم. هلو انطوني. يلا ذكرنا سويل هالبراندنج الحلو الباكجينج الحلو، وين كنت وين صرت؟ كنا اول ما بلشنا مع انطوني ورح نكمل مع انطوني ونخلص مع انطوني كمان. سويل هي فاميلي براند، سويل فيها كل شيء بتنجو الأرض، مي ورد، مي زهر، دبس خروب، صابون ارتيزانال، زيت، سماء وزعتر. وقريبا رح نفوت بتو براند بطلب من أنطوني ومن نيل. كل العالم فيها طعم منتجات بس اللي بحب فيه أنا بيشتغل صح، بيشتغل بالتفاصيل
ان كان نوتريشن فاكتس كرمال يقدر يظهر ورات لبنان، ان كان كل المكونات الموجوده هون، ان كان الباركود، وحتى من قدام فيكم تشوفوا شو مكتوب، والاهم انه بتضلكم فيكم تشوفوا المنتج. يعني حتى لو سكرنا من قدام وسكرنا من ورا بنضلنا فينا نشوفه ملزقه بستيكر اكيد تاكدوا انه ما حدا فتحها قبلكم، فتح شام حط اصابيع جواتها. وبعدين في كل المكونات. اول ما تعرفت عليه بهيدي القنينه، كانت قنينه زيت مبينه مثل عين تنبيد، مشغوله مزبوط، لفتها مزبوط. وهيدا الزلمه كان مبلش عنده حلم حققه كتير بسرعه لانه في امل للكل وفي شغل للكل للي بيشتغل صح، من الزعتر لغيره من المنتوجات، دبس الخروب صاروا موجودين كلهم سوا بريز وعم بينبيعوا كتير. واخر شيء بقلكن الصابونه ريحتها حلوه. برافو. هلا البراند إلها، بقولك عم بحكي عنك اكثر ما بتحكي عن حالك. مثل ما قال أنتوني، بلشنا ب Made by Nature. اول شيء هذه كانت الانطلاقه. حكاني أنتوني قال لي ليش ما بتطلع على فرنسا، بظرف جمعه وهو بيعرف قدرت وصلتهم على فرنسا. بس انا هون بحب اتشكر الجندي المجهولي بهذا الموضوع، مدام نيل، مدامته اللي هي القصه كلها. بنص البورة تقريبا الشريان الرئيسي هذا الاوتوستراد بيطلعك على كسبة وتحتنا اميون، محل بوزة اسمه القلعة. محل بوزة القلعة. كم فرع عنده بلبنان؟ فرع رئيسي بالكاستري والفرع الثاني بالفرصون. شو بيميز بوزتكم؟ بوزتنا يا معلم هي بوزة طبيعية فريش، بنتكل كثير على الفريش، يعني الفواكه الفريش. يعني نحن ما بنأجل من سنة لسنة، بنعمل دغري بكل جمعة بجمعة تقريبا بنشتري فواكه، وسعرها كثير حلو ومنضيف البوزة وندعمها. والاشياء اللي بتجي لهون بدها الناس بتجي لهون كرمال تاخذ شيء سبيسيال، في شيء هيك بتعملوه؟ يعني اكثر شيء نحن مميزين فيه هو كثر الطعمات. يعني مثل ما كنت عم اقول لك انه نحن بندعمها للبوزة. يعني في ناس مثلا ما بتبخل شوي عليها بتطلع الطعمه منها حذفه، نحن بندعمها مزبوط وبتاخذ حقها. وكثر الطعمات اللي عنا، يعني عنا بحدود اليوم حتى هلا لسه ما بلشنا مزبوط، عنا بحدود 20 طعمه وسا بيزيدوا ان شاء الله بيصيروا 25 طعمه اذا الله رب. يلا مندوق. يلا تفضل. كراميل قشطة شوكولا اوريو وفانيلا، حلاوه وقشطة عربيه دق ونسكافيه ولوز. وهون عندنا فواكه مانجا وفريز وافاندي وموز وورد وافوكا وبابل جام وشمام وخامه. وعندنا طعمات سبيسيال بس انه ما بيزيد سعرها، مميزين نحن فيها. كوكتيل مسكتها مهمه كثير، مسكتها مهمة كتير. التكستشر تبعها حلوة كتير، حليبات عظيمين. واو، هاي بتربح منيحة. طعم الفواكه بقلبها كتير مهمة ومنها الدلعة. كيف كوكتيل شقف؟ هاي كوكونات. Very good. Again سكرها خفيف، طعمتها واضحة، منها دلعة، فيها مسكة. نايس. عربية سحلب. كان مقطوف على الشجرة. بوزتهم طيب. الأفندي ريحة الأفندي، طعمة الأفندي، التلج اللي بقلبها مثل ما شايفين تنقدش ومانا دلعة. الأفوكا فعلا قصة، قصة كبيرة. انبسطت فيها كتير. القلعة
صار بأمين. يلا 1 2 وبتتخيل انه هول معمولين هون هاي شو هاي هذه هلا ماي فيفر العجينه المشتر بين الزيت فلافي مخمره فيري فلافي ما حسيت حالك نايم عم خديتك بالبيت جوا نوتيلا اصلي فريق نوتيلا مش بيشبه نوتيلا واو تنأكد ان هن بيعملوهم فتنا على المطبخ فيني قلكم انه الشغل على الايد على رواق ما بيعملوا 500 حبه من كل وحده بيعملوا 10 حبات من كل وحده فبيشتغلون بحب وبحنان وبرواق بيحشيهم قد ما لازم مش المكنه بق بيفختها وبيفضيها من جوا كرمال تتعبى مزبوط وكل حبة مثل التاني بيهتم فيها مثل كأنه هي هي وما عمل غيرها كل نهار كتير طيبين مصراي لازم تجربون ومنكفي برمتنا هلا وقت الغداء مروان مرسي نهارين كانوا حلوين أنا بشكرك وإن شاء الله مش عم نعيدهم بحلقة غيره تانكيو لألك بس في شي مغلط فيه شوي يعني جيت على عميون وما جيت لعندي على البيت يعني هيدي تعتبر إهانة إنك تيجي عند حدا وما تتغدى عنده بالبيت بدي أعرفك على حدا اللي هو الوالد ما رح يقبل إنك تقطع من هون وما تدوق السبيسياليتي تبعه قصة كبيرة يعني شو هي رح نتركها سيربريز ما فينا قلك لا يعني في أكل بالموضوع والوالد والبيت ما رح لك في أكل وفي بدي شوف قدها بتقدر اليوم رح نعرف قدها بتقدر تاكل عم مظبوط فيها زعتر ايه ما بصله شيء البلاط انت ما بتكون على على طول تاكل مشوار مشوار مو معقول انا شو فيك عم تشتغلي بشيء له علاقه بالاكل وموقف طب البلاط ما بصله شيء هو عادة بدق على البطون بس لانه نقلال قلت انا بعملهم هون طب خليني اتعلم منك شو موسمون انت موسمون الزعتر هلا هيدا ما موسمون انا قطفتهم من جنينه من جنينه من جنينتي ايه بتمشي هيدا زعتر الاحمر مش الابيض هداك الزبيع نحن بنقول له زعتر وزبيع اوكي
هداك الزباع وهذا الزعتر. بتنشفيه بالشمس؟ نشفه بالشمس. الحديد ما يروح مي منه كله على الاخر. طيب بس مثل ما هلا لو ما يابس ما بينه. طب بعدين بدك ترجع تفقيه او تفقيه قبل؟ يعني ترجع بتنطفيهم هول بعدين او هلا قبل؟ هول. هول هلا عم بشيلهم. اه شوي شوي ها. رح ساعدك لكن. يا هني هلا بدون ما انت تتعذب ها شوف. قبل ما ندخل بعدين. يعني بتعمليه اكسترا ناعم. ايه. ليك كيفو ناعم ها. اه. وبترجع بتوزع على العائلة كلها؟ العائلة بس نحن. هويه هون. زعترون. حوشتن مجنين وما في الا انا وياه. انا كنت على الاوتوستراد بعيد عنك قديش يعني شي كيلومتر على الريحة جيت. على الريحة هو ريحة الزعتر ما بتتخبى. على قويكة. نعطيك العافية. بارك بصحتك. ايه بقى قالوا لي خذين على المطحنة ايش بدي خذين على المطحنة وهن ما بيطلعوا كيلو زعتر. صورت انا صور واو هالمعتوم هالمعتوم هالبصل لا بس دي بس اذا الراس هالقد مستوي جوا شو عم بيصير يا ماما يا ماما الحبه الحبه شوفها هون شو وضعها وحده بحامض وحده بيه بلا حامض لا هي بلا بس من تحت في كل السبب كل السيلر كله من تحت. اليوم هي عنوان هلا هي هواتك يعني هذا الفود. كتير طيبة كتير كتير طيبة. مش عارفك انت هو بيطلع لك. الرزات مستويين والوراق رفيع كتير ما بيعلكوا. ما هي ما نحن رب الورق العريش. اوه. عندنا رب الورق العريش. هو بس هلا مروان بده هاي واحدة. اوكي. لبرا ولا جوا؟ كلها على طريقته. والله لبرا انا ما بتطلع معك بس ما هي لجوا لا سمح الله اسمعوا اسمعوا ركز عليه مش هيك ما بتصير معي انه هيك انت ما بتعملها هيك انا بدي اكبهم لبرا انت ما يجوا علي اذا صار شيء انت بتعملها هيك ما بتطلع معي الا هيك طيب انا لي كم فيديو ولا اعرف اي ولا خمسه ولا واحد موقعه مستحيل ابدا انا بطلعها اذا ابدا اوه هول القصه على الايد بلا ملح ايه بلا ملح بعد ايه بكات على البيت بيج جراي هيدا اللقب تبعه لك بيج جراي سبيسياليتي تبعه مش سبيسياليتي از ان بزنس يعني هو مع العائله كلها ورق العنب معروف باميون المنطقه كلها لا صار من برات اميون طيب اوكي بلبنان فري على ورق العنب فاليوم رح تدوق اطيب ورق عنب هلا كمان ما بعرف اذا ورق عنب او ورق عريش ورق عنب ورق عريش انا بقول ورق عريش معنا هي بيروتية امك بيت بيشتغلوا سوا مع بعض كتير اهلي يعني قريبين ببيت امي وبي ايكول متعلمين هالايكواليتي منهم انه الرجال والمراه هن مثل بعضهم بالطبخ مع بعض بتنظيف البيت سوا بكل شيء سوا يعني برهن لك بس خلص انا بدي اجلي هو بيجلي وما في هذا الشيء عيب بالعكس هذا الشيء لازم كل العالم تكون هالقد يتعلموا من امي وبي كيف الانسان بيكونوا الايكواليتي يعني حلو كثير ونشر غسيل وش تفضل؟ هولي بلا مصورهم هولي كلهم لا هولي هولي كانت بلي لا بالعكس بلدي من أميون يام يلا بدك لكبيرة أو صغيرة بدك لكبيرة؟ بدك بدك انت ايش بدك تشوف طريقتك هالتشلك انا معك بدك جاهز لا روح اولوي بدي افرجيك اسراري لا لا شايف كله بس ما بتزبط معي الا هاي ما بعرف اعملها تمام مثل ما بدك انت قرر نحن بنعمل بعد الثلاثه سخنه سخنه لا يلا تطلبك ولا يلا عشان انا لازم اطلبك معك 1 2 ريدي اليوم اليوم عروة ايزي ايزي شو ناين فلو ولا لا ناين فلو ولا لا احلى من الوزن انت محتاج لي طبعا تنصحني
كيفك يا فنان؟ بروح بطنجرة. بروح بطنجرة. مع حامد بعد أطيب وأطيب وأطيب ورق عنب ملفوفين الروعة وورقة كتير رقيقة كل رز مستوية بلا ما تعجن وبلا ما تعلق مع بعض مثل ما شايفينهم روعة أنا صاحبك إيه؟ بدك تعزمني أكتر أهلا وميت سهلا هو صعب التارت ما تش من تحت فهيدي هالشيء مشغول عم السكوت ما بغشك قلت لك انت هون بالعقل منه بسكوي مثل مثل يعني ما عرفت بدي اقول مثل كانه مخمر لانه فاتح مثل البسكوي مثل مثل تبع الغندور بقرقش فيه هواء بنصه منه ملبد مثل عجينة التارت أكثر بسكوي ومنه سكر لأنه حلو نايس مين عامله؟ كيك مي هوم منى منى جيد جوب ثانك يو صحتك يلا هلا هي بتحب تعمل أكل شو هي؟ مع انه فيه كريم كتير بس ابدا مش دلع من جوا شربانه مزبوط فيري جوسي لازم تفتح اكاونت وتبلش وكورة بريس تعمل دعايه اكيد صحتين هيدي هي قصتنا قصة لبنان قصة ضيعة قصة مدن قصة ناس ما رح تستسلم وبتحب الحياة هيدي هي قصتنا قصة الكورة قصة أميون بشمزين وكل الضيعة اللي قطعنا عليهم يمكن لرابع أو خامس مرة هيدي هي قصتنا قصة جمعة بالآخر جمعة حلوة كتير قصة أكل طيب قصة ناس بيحبوا الحياة قصة منقيش قصة أفران قصة سياحة قصة واو هيدي هي قصتنا قصة لبنان واحد من أحلى بلدان العالم هي قصة لبنان أحلى بلد بالعالم بشعبه بناسه بهالناس اللي مأمنة فيه وما بدها تفل وما بدها تستسلم هي قصة لبنان يلي ما رح يموت لو شو ما صار لأنه مصيره بيدنا يلا نلتقى سوا بالحلقة اللي بعدها وإن شاء الله تكونوا ضحكتوا وانبسطتوا معنا وحسيتوا بأكل الطيب يلي نحن انبسطنا فيه Goodbye from Amiens